فضيلة الشيخ، الأخت أيضا من أسئلتها تقول: هل لي أن أجمع بين هل العشر هذه علي قضاء من رمضان، أنوي القضاء وأنوي صيام هذه الأيام من دخول الشهر؟ لا تنوي القضاء، لأن القضاء واجب، وصيام هذه الأيام من باب التطوع، لكن تؤجر إن شاء الله على صيامها في هذه الأيام، وإن كانت قضاء لأيام من رمضان فهي إذا نوت بذلك استغلال هذه الأيام بالطاعة فإنها تؤجر على ذلك. نعم.